أنا محمد حافظ الهريني، أنا عمري 14 سنة من قرية تواني. أنا بدي أحكي عن طلاب من الطوبة، منطقة اسمها الطوبة، بيجوا معناتهم عن المدرسة عشان يتعلموا في الشتاء والمطر. يعني بيجوا من بين مستوطنة حفات معون، بيجوا يعني بعد ما بصير اعتداءات عليهم من قبل المستوطنين، بعد ما الجيش بصير بتخبى عنهم اللي مجوش عن المدرسة، وهم يعني بروحوا يغامروا انه يروح يشوفوا وين راح الجيش. يعني اذا اجى عليهم مستوطنين ضربوهم الى ما يبقى هيك. بعد ما بتاخر عنهم الجيش بيقعدوا يعني نص الحصص، بعدين بيجوا هنا، وبعد ما بيجوا يعني بيجوا في نص الطريق مستوطنين، يعني بيجوا مستوطنين بيجوا بيضربوهم من هناك، بيضربوهم حجار. في كان منهم المناطق بيجوا من هنا بيروح على في جبل دوف، بيروحوا في مصمم بيصيروا في على طرامي بضربوهم. يعني قبل فترة ضربوا بنت حجر في راسها، أخذوها على المستشفى عشان يشوفوا راسها شو صار فيها. إنهم بيجوا مصممين بيضربوا قدام الجيش وهيك، بيجوا بضربونا وإحنا نيجي يعني ندافع عن حالنا، الجيش بيجي بقف معاهم، بقفش معانا. يعني بيجوا بضربوا بسوا كسر وإحنا ندافع عنا غصب عن الجيش، إنهم بيجوا بضربهم بالجيش بقف معاهم. لهذا يعني إشي يعني قهر كل واحد فيها من أهل القرية. أنا في عندي أصحاب كثير إنهم طلعوا من المدرسة مكملوش حلمهم إنهم يدرسوا، يعني هم من إعاقاتهم المستوطنين، وأنا يعني بتمنى من كل قلبي إنهم يجوا كملوا دراستهم ما يعيقهم أي إشي. وفي كمان طلاب يعني كملوا درجتهم، كملوا على إنهم يروح حلمهم، وما طلعوش هذولاك يعني إن شاء الله يرجعوا يكملوا الأكاديمية تعيتهم أحلامهم، يصيروا شو ما بدهم، المهم يرجعوا إن شاء الله ويكملوا أحلامهم. أنا دواد حط رسالتي إنهم كمان رسالت كل القرية هنا إنهم يجوا يقيموا هالمخطط الاستيطاني عنا، ويجوا يساعدونا ويساهموا معانا، وإن شاء الله يجوا إنهم يقاموا هالمستوطنين هذولا، إنهم كمان يخفوا كمان الاعتداءات علينا وعلى أهل الطوبة، وكمان يجوا يدعمونا في إشي نوصل له، نقف قدام المخطط الصهيوني.